بلغ عدد الحجاج لهذا العام حوالي 2 مليون حاج تقريبا. خلونا نشوف أكثر الدول حول العالم بعدد الحجاج، يلا بينا. جاءت في المركز الثامن دولة المغرب، عدد الحجاج 25600 حاج. وجاءت في المركز السابع دولة الجزائر، وعدد الحجاج 28800 حاج. وجاءت في المركز السادس دولة مصر، وعدد الحجاج 62000 حاج. وجاءت في المركز السادس دولة تركيا، وعدد الحجاج 69000 حاج. وجاءت في المركز الخامس دولة نيجيريا، وعدد الحجاج 77000 حاج. وجاءت في المركز الرابع دولة بنغلاديش، وعدد الحجاج 113000 حاج. وجاءت في المركز الثالث دولة الهند، وعدد الحجاج 120000 حاج. وجاءت في المركز الثاني دولة باكستان، وعدد الحجاج 143000 حاج. أما في المركز الأول وأكثر دولة في العالم بعدد الحجاج هي دولة أندونيسيا، وعدد الحجاج 167000 حاج. سؤال للمتابعين، اللي يعرف الجواب يكتب لنا بالتعليقات، كم مرة حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شاركونا.